صباح الخير. قوي صوتك شوي. صباح الخير. قدم روحك وقدم لنا البروجي هذا. فينوريس انجينيور انفورماتيك ومبغى في جامعه بالخير ومحافظه على التراث. الابليكاسيون تاعنا سميناها بالخير. الابليكاسيون هذه مانيبيولابل، ابليكاسيون اون لين. خدمناها باش نوصلوا نسيروا حاجه جديده في تونس، هي التيلي كونسلتاسيون. هي كشف طبي عن بعد. كان البوبليك سيبل تاعنا هما لي فام ارتيزان في الريجيون تاع يعني. الابليكاسيون هذه تخلي المريض يتواصل مع الطبيب اوديو فيزيوال، خاطر الابليكاسيون تاعنا فيها توت اون بلاتفورم اوديو فيزيوال تخلي المريض ينجم يتواصل مع الطبيب نتاعه بالصوت والصوره. من بعد بيان سور الانتروغاتوار، الطبيب هو اللي يحدد اسكو معناها باش ياخذ دواء والا كان كاد اورجونس يتنقل للسبيطار. وبيان سور يشوف السويفي اسكو هو اللي قاعد يعمل في سويفي ريغولي، قاعد ياخذ دواء ريغولي نتاعه ولا. والفكره بيان سور نرجع الفكره نتاع الابليكاسيون، جاتنا في البريود نتاع الكورونا على خاطر لي فام هذوما ارتيزان اللي عندهم دي مالادي كرونيك في البريود نتاع الكورونا ما نجموش يمشوا للسبيطارات. الخاصية نتاع المنطقة اللي انطلقتوا منها اللي هي منطقة بالخير، الخاصية نتاعها كيفاش؟ الخاصية أكثر حاجة تمتاز بها اللي هي عندنا كما حكيت في الإحصائيات عندنا 300 عائلة، في 300 عائلة عندنا 2200 حرفية. هذاك علاش بوبليك سيبل نتاعنا اخترنا النساء الحرفيات، خاطر هما كما حكي زاد المدير نتاع لنا، المراه ورسا دي تضر برشا من قاعدينها برشا معناها رسا دي سورتو اللي عندهم دي امراض مزمنه يضروا برشا، وفي بريد الكورونا مش يوصلوا للطبيب والسبيطار. اليوم الابليكاسيون عرضتوها على الدوله، اسكو فما تجاوب من السلطات من الدوله ولا مازال فما مرونه يعني في التعاطي معاكم؟ لا بالنسبه للديليغاسيون حتى السبيطار اللي كنا عملنا معاه كونفونسيون اللي هو يمثل وزاره الصحه كانوا ياسر كوبيراتيف معنا وتعاونوا معنا بارك الله فيهم، وعندنا سويب امل كبير انه يتعمم البروجي على الاشياء الريجيونال وعلى الاشياء الناسيونال.